يقول يكلفني إمام المسجد أحيانا بالصلاة والخطبة، ولكن أجد في نفسي أن صلاتي غير مقبولة لما أجده في نفسي من الوساوس، لذلك قررت التنقل بين المساجد المجاورة حتى لا أكون إماما، فما حكم فعلي هذا؟ هذا وسواس، تعوذ، استعذ بالله من الشيطان واترك الوسواس وتولى الخطابة والإمامة. إذا احتاج الإمام من ينيبه اغتنم الأجر، اغتنم الأجر وقم بالخطابة والإمامة واترك عنك الوسواس، استعذ بالله من الشيطان الرجيم.